فتى على شاطئيك القلوب على بابك الحق طافت خضارا ورفت. ومشي جاء عبثا، بل هناك تاريخ في منطقة سوس اللي يعني سمعنا أجدادنا بالخصوص جدات ديالنا وهما يعني كيخدموا في فرقان وكيخدموا في الرحى، والحمد لله يعني كيديروا هذا المديح السمع، وحنا آنذاك كنا صغار وكنسمعوا هذا المديح، يعني أخذينا هذه الثقافة وهذا الموروث الثقافي، لذا حنا بينا نحتفظوا عليه نبينوا ونعرفوا بأن منطقة سوس تهيّر عندها هذه الثقافة هذه. وواحد الحاجة أخرى اللي كتميز بها المجموعة السوسية هي يعني تلغى دوسفلد بمعنى المديح والسماع باللغة الأمازيغية، وحنا يعني ركزنا على هذا يعني هذه اللغة الأمازيغية لأن هي المنبع ديال منطقة سوس. وكنشكروا من طبيعة الحال المنظمين اللي هما المجلس البلدي لمدينة أكادير اللي شجعوا وبالخصوص في هذه المناسبة وفي هذا الشهر المبارك مثل هذه الثقافة ومثل هذا الموروث الثقافي، وكنشكرهم باستضافة ديالهم لنا في هذه الأجواء، في الحقيقة أجواء رائعة جدا وفي هذا الشهر المبارك. وكنشكروا كذلك كل ما حضر للجمهور اللي حضر معنا في إطار يعني الأنشطة ديال ليالي رمضان اللي يعني عهدنا أنفسنا وفي جماعة أكادير أنها تكون دائما أنشطة متواصلة في شهر رمضان بعد صلاة التراويح. اليوم حديقة عبد الرحمن اليوسفي تشهد يعني أول هذه الأمسيات الرمضانية اللي هي الأمداح النبوية مع فرقتين من مدينة أكادير وشباب أكادير. يعني البرنامج العام ديال ليالي رمضان هاد السنة كاين حضور كبير ديال المسرح ديال شباب مدينة أكادير بامتياز، يعني عروض تتجاوز 9 عروض ان شاء الله اللي غادي تشوفها يعني منتشره على جل يعني المجال الحضاري ديال مدينه اكادير يعني في قاعات اللي هما موجودين دابا. ايضا كاين اكادير وفلا اللي غادي يشهد يعني المدرسه العتيقه، طلبه المدرسه العتيقه اللي كنعرفوا حنا في المنطقه ديال سوس، يعني كاينه قراءه متميزه ديال طلبات العلم طلبات القران لاول مره يمكن غادي يكون في العلن يعني في اكادير وفلا في الفناء يعني خارج قصبه اكادير وفلا. غادي يكون حفل كبير وجميل يعني كاينه فيه البورديه والتحزاب باللسان يعني العربي ولكن بالطريقه السوسيه. ايضا غادي يكون انشطه ثقافيه انشطه فنيه انشطه، كاين ايضا تمغارين اللي تاعهم تيجيو الامداح النبويه اللي غادي يجيونا ان شاء الله من تيزنيت في اولها وغادي يكونوا تاهما. غادي يكون يعني فرق تراثيه دي شباب دائما شباب مدينه اكادير. غادي يكون الخيمه غادي يكون فيها في ساحه ولي العهد غادي يكون لقاء شعري مع واحد مجموعه ديال الشباب شعراء وشابات. ايضا حوارات ان شاء الله سنعلن عن الضيوف ديالنا في الخيمة خيمة رمضان. ايضا انشطه الاطفال الصغار ديالنا والامهات ديالهم. اعتقد انه البرنامج هذه السنه متميز وغني. ايضا اول مره غادي تطلع جماعه اكادير في التنشيط ديالها اللي غادي يكون تنشيط محتشم شويه لانه ما عندناش ساحه في يعني في سفح الجبال مازال ما مصيبش، وانتم كتعرفوا راه يلاه بدات فيه التهيئه والشبكه الطرقيه وواحد المجموعه ديال الاصلاحات. وغيلو دردور اليوم كاين لقاء مع فيدادوك جمعيه الفيلم الوثائقي اللي غادي يشوفوا الشباب والشابات والاطفال تما راه اليوم كيتفرجوا.
إذن برنامج أتمنى أن ينال إعجاب ديال الساكنة، وحنا سنة على سنة حنا كنحاولوا نحسنوا وكنحاولوا ننوعوا من العرض الثقافي والعرض الفني. لا إله إلا الله، السلام في كل دنيا.